نعود مجددا إلى أخبار كأس الجزائر، حيث ينضم إلينا عز الدين بن نصر رئيس فريق نجم مقرى. أهلا بك سيدي. أولا صباح الخير ليك ولكل المشاهدين الكرام ونشكركم على الاستماع. نعم، ربما أول سؤال، ما هو موقفكم الرسمي الآن بشكل قانوني مع ما حصل خلال القرعة يوم أمس؟ طبعا بالنسبة للقرعة جرات في ظروف حسنة وقانون واضح نتاع كأس الجمهورية. نعم. أن اللي يشبد الأول أو اللي يخرج تراجع الصور الأول هو اللي يستضيف الميدان تاعو، قانون واضح. احنا كنا احنا اللي خرجنا الأولين في القرعة، راح نستقبل شباب الوزداد في مقرة. كانت لجنة الكأس كذلك تاع كأس الجمهورية كان لجنة الفار زارت الملعب البلدي لبلدية مقرة يوم الخميس الماضي، وكانت دارت تحفظات بسيطة جدا. قال لك أنك التحفظات هذه تزال ستلعبون في مقرة. احنا التحفظات تم اعلامكم بهذا التحفظات؟ طبعا اعلامنا بالتحفظات موجوده في الرابور، وحنا تفاجئنا يعني كما يقولوا باللي مباشره ما شاورونا ما ناظرونا، ما قال لك تروح تلعب في قسنطينه، حتى ما قالوكش حتى وين تحب تلعب. مثلا نحب نلعب في وهران، نلعب في العاصمه، نحب نلعب في عنابه، نحب في قسنطينه، نحب نلعب في سطيف، حتى التشاور ما كانش. نعم. اذا كما يقولوا حنايا وحنا كون جاتنا القرعه نلعبوا في الشلف او نلعبوا في الثوره او نلعبوا في بالوزداد نلعبوا، ما عندناش اشكال. اما هذه مثلا فهذا اجحاف في حق الفريق، من نوت الرجوع للقرار هذا ونتكون ننتظروا، لان التحفظات بدينا فيها عندنا اسبوع من بدينا في التحفظات هذه به نحيوها من يوم الخميس، تحفظات بسيطه جدا. ننتظروا اللجنه به تجينا غدوه لجنه الفار او يوم الخميس صباحا باه يشوفوا التحفظات، اذا لقوا هذه التحفظات اللي داروها مش لم تطبق فكي يقدروا يديروا المقابله وين يحبوا، ولكن احنا اذا كان بقات كما هكذا ما نسرح نلعبوا الدور النصف النهائي ان شاء الله. نعم، لكن سيدي ربما قبل هذا الاجراء هل تم اعلامكم بالقوانين الجديده المتعلقه بالفار في هذا الدور، دور نصف النهائي لكاس الجمهوريه؟ لا ما بلغوناش احنا. لماذا؟ لانه اولا اول حاجه كي تعود حاجه كما هذه قرار مش يخرج في الست على فيدراسيون يبلغ للفرق هذه، احنا لم نراسل بتاتا، يعني ما راسلوناش اول حاجه، ما راسلوناش الاتحاديه ولا الرابطه، لان حتى الرابطه ما راسلوناش يقول لك مثلا الفرق هذه اللي راهي مترشحه للدور النصف النهائي سيطبق الفار. اذا هذه حتى هذا كما نقولوا احنا مراسله رسميه مش موجوده. شفنا احنا هذه مباشره الا في الست على فيدراسيون بلي قرار تاع مكتب الفيدرالي بلي راح يكون الفار في النصف النهائي، راح يكون الفار في النصف النهائي، هذا اللي داروها. نعم، ربما كيف ستتصرفون الان؟ فيه تكلمت لي عن لجنه معينه ربما ستاتي لملعب مقرى يوم غد، هذا بشكل رسمي؟ لا مو بشكل رسمي، احنا نعم. احنا كنا نستناو، كنا ننتظروا، يعني لان هذه التحفظات بسيطه جدا، يعني مش موجوده، لان الرابور موجود فيه كل الناس اللي جاوا الا وين توضع الكاميرات فقط. احنا عندنا تحفظ وين توضع الكاميرات، قال لك توضع الكاميرات توضع هنا هنا هنا، قلنا لما كانش مشكل. لكن هذا الشيء رئيسي في الفار رئيس. طبعا بصح توضع هنا، قال لك لازم تكون المنصه تكون كذا، تكون الامور ريقلوها، ما عندناش اشكال نقدر نخدموها. اذا جيت وما لقيتهاش موجوده وما لقيتهاش مخدومه تقدر تدير التحفظات تاعك. نعم ربما. نعم نسمعك عز الدين بن ناصر رئيس نجم مقرى، ربما في حال بقاء الأمور على هذا الشكل كيف ستتصرفون؟ هل ستلعبون في قسنطينة كما قلت أم ستلجؤون لإجراء آخر؟ طبعا احنا ما نشرح نلعبوا المقابلة هذه بصفة رسمية، يعني هذا قرار نهائي. طبعا لماذا؟ لأن ما نقدرش نلعبوا، لأن هذا مباشرة أولا القرعة كانت راح تجرى يوم الأربعاء، يوم الأربعاء الماضي، ثم يوم السبت، ثم يوم الاثنين، يعني حتى وقت القرعة قصير جدا. نعم. نطالبوا بالتأجيل، أجلوا بمي فينال هذا حتى تتضح الأمور، تأجل الأمور نجل 15 يوم نقدر نلعبوا، نقدر نوخروا البطولة بأسبوع مثلا لو 7 جوي لو 10 جوي. لماذا حنايا مثلا جون في فيفري مارس كذا ما تلعبش؟ كاين الفرق لعبوا ثلاث مقابلات اربع مقابلات فقط. لماذا في البطولة؟ في البطولة نعم، لماذا الزخم هذا يعني نتاع البرمجة هذا نتاع كل ثلاث ايام تلعب مقابلة ومن بعد تنهك الفرق ومن بعد كذا يسقط الفرق، رغم ان احنا رانا ماناش معترضين على الفار، ماذا بينا، لان الفريق اللي ظلم من طرف الحكام وخاصة في المقابلة الأخيرة هو نجم مقرى.
احنا حسب علينا بيت في البيض، الكره كانت خارج المرمى بمترتين بزوج امتار، لو كان كاين الفار موجود كنا يعاود يرجع للفار يلقى ان الكره خرجت خارج المرمى، كان يرفض الهدف. لكن في هذه الحاله التي تتكلم عنها الفار سيكون موجود الموسم القادم في البطوله الوطنيه، ملعب نجم مقرى غير مؤهل، يعني كيف ستتصرفون الان؟ شكون اللي قال مقرى مؤهل؟ اللجنه اللي لا ماشي اللجنه ما قالتش، لان احنا اللجنه الرابور اللي موجود عندنا واللي دارته اللجنه في مقرى فيه تحفظات بسيطه جدا على وين توضع الكاميرات فقط. حنايا نقدروا المكان اللي قالوا لنا توضع فيه الكاميرات نقدروا نختموه بكل بساطه جدا. في كم المده في كم المده الرئيس؟ في يوم واحد نقدروا نديروا التحفظات هذه، اليوم غدوه. تكلمتم مع الاتحاديه واللجنه المنظمه بهذا الخصوص بهذه النقطه؟ بالاتحاديه وكنت مع سيده اتصلت برئيس الاتحاديه عن طريق الهاتف، وكذلك رحت كذلك السكرتير جنرال او الكاتب العام تاع الاتحاد الجزائري لكره القدم وتكلمت معاه في الموضوع هذا، وكنا كذلك راح طبعا راح نتكلموا بالمراسلات سنراسلهم طبعا في حاله ان يعاودوا يراجعوا امورهم، لان القانون واضح. الفار يقول لك مثلا تجيك لجنه المقرى يقول لك انك التحفظات بسيطه جدا، ومن بعد يقول لك ما تديرش الفار في مقرى. اذا جرب يا اخي انت العام الجاي مثلا فيه راك تقول نطبق الفار، وين تطبقوا؟ تطبقوا في 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 مقرى، تطبقوا في في خنشله، في الشلف، في في وهر، من المفروض في جميع الملاعب. طبعا الملاعب الجزائريه، هذه الملاعب الجزائريه اللي ماهيش راح تستوفي الشروط، في بن عبد الملك مثلا، في 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 مثلا في وادي سوف، ومن خلال هذا المنبر يعني مباركوا لهم الصعود نتاعهم. في 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 راك تقول في بشار. اذا كل الملاعب الجزائريه غير صالحه بيجي فيها الفار، هل هذا راح تنقل الفرق هذه تلعب مثلا غدوه الثقله تلعب في ملعب فريد؟ غير معقول في البطوله الوطنيه، غير ممكن. طبعا اذا لازم يكون هناك دراسه، تكون امور. اذا يا اخي شوف نروحوا نجربوا الفار في مقرى ونشوفوا ترى الفار يصلح ولا ما يصلحش. تلقيتوا اقتراحات من طرف سواء الاتحاديه او اللجنه المنظمه للكاس بخصوص الملاعب ربما التي ستستقبل دور نصف النهائي؟ لا ما كان حتى مقترح، مباشره داروا قرار خرج السيت شفناه اليوم، تلعب في قسنطينه تلعب في وهران. نعم. ما شاورونا، ما عيطونا، ما قالونا وين تلعبوا. وانتم رافضون تماما لهذا المقترح؟ طبعا احنا رافضون، احنا نلعبوا في مقرى لان القانون تاع التصفيات كاس الجمهوريه واضح جدا انك تغير القانون تغيروا العام الجاي. العام الجاي تقدر تغير القانون تقول مثلا راح نلعبوا بالفار، اما القانون تاع تصفيات كاس الجمهوريه واضح جدا. واش يقول؟ يقول لك اللي يخرج الاول، اللي يخرج في التراجع وصور هو الاول، هو اللي رسوه في الميدان تاعو. احنا القانون واضح جدا موجود هذا. كذلك تشوف مثلا هناك فرق في ما نذكروش الاسماء، ولكن في سنوات سنون الباس الماضيه كان هناك فرق انهم قالوا لهم تلعبوا في ميدان ما، وما حبوش يلعبوا وطبقوا لعبوا في الميدان تاعهم، لان القانون واضح تاع كاس الجمهوريه ترسو في بلادك عندما يخرج الترجي والصور هو الاول. نعم. عز الدين بن ناصر رئيس فريق نجم مقرى، شكرا لك على كافة هذه التوضيحات.